عايز استاذنك بان انا ابتدي معاك بدايه غريبه حبتين، لان في نقطه كده لفتت نظري، خدت بالي ان هي اتكررت على لسان اكتر من حد من الزملاء. معروف عنك جدا انك شخص عنيدي. شفت البداية بقى دي؟ هندخل بقى في الماتشات وفي رمضان وكل اللي بالك فيه، بس ايه حكاية العند اللي ملتصق بيك كصفة أصيلة موجودة عندك؟ ايه الحكاية دي؟ الأول برضه بشكر حضرتك جدا يعني، وكل سنة حضرتك طيب وأنت بالصحة والسلامة. أنا ما أعرفش، أنا من وأنا صغير كده يعني، طبعا الناس بتقول أنا يعني ماليش دعوة، إن أنا شخصيتي صعبة شوية، والشخصية الصعبة بتبقى أكيد بجانبها على طول العند يعني. العند والإرادة، خلي بالك برضو دي من صفات الشخصية القوية يعني. طب العند بيبقى نابع من إيه؟ من فكرة إنك خالف تعرف، ولا أنت مش مقتنع بوجهة نظر الآخرين؟ لا 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 خالص يعني، ساعات بتبقى واخدها ممكن إن حاجة قررتها كتير قوي فنجحت فما بتقتنعش بسهولة، ممكن حاجات طبعا بتاخدها قرارات غلط، بس أنا من النوع اللي أقول خد قرار غلط وتحمل مسؤوليته بعد كده، مفيش مشكلة، بس خد قرارك. فده بالنسبة لي هي دي اللي ممكن تبقى تصفى بيها في العند شوية يعني. حلو جدا يا اسام، بس خليني اقول لك على حاجه يعني، انا بشوف ولو انت تتفق معايا، الشخصيه فعلا العنيده مش شرط تبقى نيجاتيف او مش شرط تبقى سلبيه، بالعكس العند زي ما انت بتقول لو عندك هدف بتوصل له رغم الصعوبات، يعني انت بتعند حتى مع الصعوبات في حياتك، فدي كويسه، دي اعتقد نقطه ممكن تكون هي اللي وصلتك كمان. بالظبط، واكيد في قرارات كتير خدتها غلط في حياتي، بس زي ما بقول لك اهم حاجه تبقى عندك مسؤوليه بالنسبه للقرارات دي، خدتها غلط تتحملها على طول. فدي كانت بالنسبه لي يعني انا ماشي بالمبدا ده على طول. نفعتك في مشوار البطوله مثلا الاخير، تعال نتكلم على اخر نفعتني في حياتي بنسبه 90%، واكيد ضرتني في حاجات بس برضه يعني تحملتها والحمد لله وعدت. طبعا في البطوله طول الموسم يعني في حاجات، الموسم كان قوي على فكره السنه دي جدا جدا، من اصعب المواسم اللي قابلتها، لان في فرق كتير جدا ظهرت بمستوى كويس جدا يعني، كل الفرق طبعا، بس يعني في فرقه زي الزهور كانت بالنسبه للهاندبول بتبقى على طول يا في الدرجه الثانيه يا اما في الاواخر، السنه دي ما شاء الله يعني الموضوع مختلف تماما معاهم، وقابلوا كل الفرق يعني، طلعوا فرق تقيله جدا في الكاس وفي الدوري، كانوا بيلعبوا ماتشات جامده، فالدوري السنه دي كان تقيل جدا معانا.